في حقل ألغام كبير يعيشون بعدما أجبرتهم الأجهزة الحكومية على العودة إلى منازلهم بمنطقة الشهداء في مدينة الفلوجة بعدما أخبرتهم بتطهير المنطقة من الألغام. احنا رجعونا جبار من المخيم، قالوا لنا مناطق نظيفة ورجعونا هنا لا لقينا، قالوا لنا كل الخدمات موجودة، لا كهرباء لا مي لا خدمات، يعني منطقة إلى بركان، يعني شوف هاي قدام عينك يا شوف. صدق بعض هؤلاء ما قيل عن جهود حكومية كبيرة لإزالة الألغام من المنطقة وإعادة إعمارها فعادوا، فإذا بالواقع يكذب كل ما قيل لهم. هذا اللي يقول لا تردين على منطقتك، واللي يقول رد على منطقتك، فردينا يا وليدي وتدري بوضعنا شلون العرب يريدون حطب تنسجر بالتنوري هذا، وصارت منيت على الحطبات، رحنا احنا زمرة كليتنا وشناني. قلت لهم يا يما ذا الاسعافات لا تجرنهن، ما جرنهن، بنيتي تطشرت وكنت تلعب اللي لقيناها. مصير مجهول ينتظر هؤلاء وأطفالهم في ظل موت بات يترصدهم خلف كل جدار وتحت كل حجر أو كومة من الحطب، وحتى إن نجوا من الموت فكيف يعيشون وسط أطلال منازل هدمتها الحرب؟ ولم تقدم الحكومة أي جهد لإعادة إعمارها رغم انتهاء الحرب في الفلوجة منذ ما يزيد على السنة والنصف. نعاني على المنطقة، ما فيها محولات، منطقة منكوبة، منطقة مهدمة مفلشة، يومية اثنين وثلاثة، ذاك اليوم من جيراننا اثنين نسوان اثنين خطية انطقت عليهم، من ضمنهم أنا ولدي اثنين هم طقت عليهم، واحد شهيد وواحد جريح. وأمام واقع يزداد سوءا وكارثية يوما بعد يوم، يبقى العائدون من مخيم العامرية من أبناء منطقة الشهداء في الفلوجة بين نارين، فلا هم بقوا في مخيمات النزوح على ما فيها من معاناة وانعدام للخدمات والاحتياجات الضرورية، ولا هم وجدوا في بيوتهم حياة كريمة أو أمنا على حياتهم وحياة أطفالهم.